اثنين، الرفض القاطع لقرار رئيس الوزراء الفاشل والخاص بتسمية ولايتي كسرى والقضابل. ثلاثة، التصعيد الثوري في محليات وولايات الإقليم وإغلاق إقليم البجا كاملا عن الطريق القومي. أربعة، الاعتصام المفتوح وغلق تام للعقبة حتى يتم الاستجابة الكاملة لمطالب المجلس الأعلى لنظارات البجا والحمودية. هذه المطالب تتمثل في: واحد، الإيقاف الفوري لما يسمى بمسار جبر. اثنين، إقالة والي ولايتي كسلا والقطارف وتعيين ولاة بديلا عنهم بالتشاور وموافقة المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة والقوى الحية الموجودة بالإقليم. ثلاثة، التنفيذ الفوري لشروط القتل كاملة الموقع في بور السودان ومحاكمة قتلة الشهيد محمد أركع. أربعة، فتح إقليم البجا، منح إقليم البجا. أربعة يا أخواننا، منح إقليم البجا بحدوده الجغرافية المعروفة الحكم الإقليمي بشرط يمكن أبناء البجا من حكم أنفسهم. أخيراً، دي أهم نقطة في الكلام ده كله يا أخواننا، ننتبه. أخيراً، في حالة عدم تحقيق هذه الحقوق، ما بنقول مطالب الحقوق، في حالة عدم تحقيق هذه الحقوق سنعمل على إعلان تقرير المصير في الإقليم الشرق في إقليم البجا. سنعمل على إعلان تقرير المصير في إقليم البجا باعتبار أن حق تقرير المصير حق كفلته المواثيق الدولية. عاشت وحدة البجا ونضالات البجا، المجد والشغلول للشهداء، المجلس الأعلى لنظارات وعموديات البجا المستقلة.